السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين معطرين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه هؤلاء العظام الذين عرفوا الله فما عرفوا أحدا بعده، عرفوا الله فما ركنوا إلى الحياة الدنيا ولا إلى زينتها، عرفوا الله فشمر كل واحد منهم عن ساعد الجد، علموا بأن السفر طويل وأن الزاد قليل وأن يوم القيامة رهيب وأن الديان حي لا يموت. الله يلقى من رجا دوما لقاه بالحب، لو قلب محب قد رجاه، أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هواه. من كان يطمع في لقاء حبيبه لا بد أن يخلي الجوارح من سواه. اصرف فؤادك للإله بذكره، دوما تجده وقد أجابك من علاه. فهو الحبيب لمن أحب لقاءه، هو سمعه، هو عينه، هو حفظه وكماله، يلقاه بالفضل المرجى من نداه. يا عاقلا إن كنت حقا مؤمنا، فكمال إيمان الفتى حب الإله. يا قلب أقلع عن هوى الدنيا، فما فيها سوى أوهام سعد واشتباه، واجعل وجودك خيرا في هذه الدنيا فتحظى بالنعيم لمنتهاه. نستكمل في هذه الليلة أسبوعنا الثقافي من مسجد العالم الجليل، بل سيد من سادات الدنيا، الإمام أبو ناصر أبو محمد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ناصر السنة وناصر الحديث. هذا العالم الكبير نحن في حضرته الآن، وتحت رعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، نعيش حول حياة هذا العالم بل ومناقبه. فهناك له حياة شتان بين هذه الحياة وبين مناقب هذا العالم الجليل. نعيش في هذه اللحظات ونرحب مع أساتذتنا وعلمائنا الكرام، فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم بمديرية أوقاف القاهرة. كما نرحب بالجمع الكريم وبالحضور العظيم الذي شرفنا في هذا المسجد من رواد المسجد ومن إدارة ومديرية أوقاف القاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم فضيلة الدكتور عمرو مصطفى وفضيلة الدكتور محمود خليل. نعيش حول هذه الشخصية، شخصية الإمام الشافعي، نستشعر ونستحضر جميعا أننا في حضرة صاحب هذا المقام، في حضرة هذا العالم الكبير الذي قال عنه الإمام أحمد بن حنبل، قال: كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. والآن يبدأ معنا في هذه الشخصية فضيلة الدكتور عمرو مصطفى، فليتفضل جزاه الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى. نحمده سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضل من شهد بها ولا يشقى، وكلمة أستمسك بها، ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده، فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. القلب هو ملك الأعضاء كلها بلا منازع. القلب هو الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خيراً قائلا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده، وعلى حسب ما فيها يبعدهم أو يدنيهم، لا إلى صورهم ولا أجسادهم وأموالهم. ولا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم وخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وحبيبُه، خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء، وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء، محمد النبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، والكاشف برسالته جلابيب الغمة، وخير نبي بعث إلى خير أمة، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، وأسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بحضراتكم في رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الشافعي الهاشمي المطلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن الليلة مع الكوكب الدري الثالث من الكواكب الدرية الأربعة التي أضاءت وأنارت لنا سماء الشريعة الغراء، وأضاءت وأنارت لنا سماء الفقه الإسلامي بخاصة. في الليلة قبل الماضية تحدث المتحدثون الأفاضل عن الإمام الأعظم الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المتوفى سنة 150 هجرية. وفي الليلة الماضية تحدث أيضاً العلماء الأجلاء عن الكوكب الدري الثاني، الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، المدينة المنورة أرض الهجرة ودار الإيمان، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. واليوم موعدنا مع الكوكب الدري الثالث، مع إمامنا وقدوتنا ومولانا الإمام الشافعي صاحب هذا المقام رضوان الله تعالى عليه. الإمام الشافعي مكانته مشهورة معروفة. الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علما. الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة المشهورين المعروفين. الإمام الشافعي الذي يسير على فقهه ومذهبه لا أقول آلاف ولا ملايين، بل يسير على فقه الإمام الشافعي ومذهبه بلاد بأسرها. الإمام الشافعي له من المناقب والفضائل الكثير والكثير، فمن فضائله ومن مناقبه رضوان الله عليه أنه أول من أسس لعلم أصول الفقه. الإمام الشافعي أول من صنف في علم أصول الفقه. وانتبهوا لهذا الكلام جيداً وكونوا على ذكر منه فإنه مهم. يعني ما ينفعش النهاردة حد يقول إن الإمام الشافعي أول من تكلم، غلط. الإمام الشافعي ليس أول من تكلم في أصول الفقه، لأن لو قلنا الإمام الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه يبقى فقه الإمام أبو حنيفة ما كانش قايم على الأصول، فقه الإمام مالك ما كانش قايم على الأصول، لأ. وإنما المعلومة الصحيحة الإمام الشافعي أول من صنف وأول من جمع علم أصول الفقه، جمع فيه القواعد الكلية التي يستطيع العلماء استنباط الأحكام الشرعية من خلالها، جمع فيه مصادر الشريعة الغراء، أو إن شئت قلت أدلة الأحكام من كتاب
وسنة وإجماع وقياس وما إلى ذلك، جمع فيه العام والخاص. علمنا من إمامنا الشافعي رضوان الله عليه أنه ليس كل عام في القرآن يراد به العموم، مش أي كلمة أو أي لفظ عام في القرآن يراد به العموم، وإنما قسم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اللفظ العام إلى ثلاثة أقسام: عام يراد به العموم، وعام يراد به الخصوص، وعام مخصوص. إيه الكلام ده؟ معنى عام يراد به العموم مثل قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق إيه؟ كلمة الله خالق كل شيء لفظ عام يراد به العموم، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق البشر والشجر والحجر وكل ما في الأكوان. فهذا العام كما علمنا الإمام الشافعي أنه عام يراد به العموم، وهناك عام يراد به الخصوص. عندما يقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كلمة الناس لفظ عام ولكن ليس مراد به جميع الناس، ولكن المراد به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد حسده اليهود والنصارى على النبوة والرسالة. أم يحسدون الناس، المراد بالناس هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتصل نسب الإمام الشافعي بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما نسب رسول الله؟ نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا، ومن فلق الصباح عمودا، وما فيه إلا سيد من سيد حاز المكارم والتقى والجودة صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي رضوان الله عليه، حتى أترك المجال لأخي وأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور محمود خليل، الإمام الشافعي له سمات وله خصائص، من أفضل سمات وخصائص الإمام الشافعي رضوان الله عليه أنه كان موضوعياً في آرائه الفقهية، لا يحابي ولا يجامل في قوله ورأيه الفقهي. وليس أدل على ذلك سيدنا الإمام الشافعي كما هو معلوم عندما نزل أرض مصر، كان عام 199 هجري، نزل على صديقه محمد أو عبد الله بن الحكم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندما نزل على صديقه كان من المقربين للإمام الشافعي، وكان تلميذاً له أو كان صديقاً له، ولكنه كان ناشراً لمذهب الإمام الشافعي، وكان يحبه حباً شديداً، حتى قيل أن عبد الله بن الحكم مرض ذات يوم، فلما مرض عبد الله بن الحكم جاءه الإمام الشافعي ليعوده أو ليزوره، فلما نظر الشافعي إلى صديقه وهو مريض حزن حزناً شديداً حتى مرض الشافعي رضوان الله عليه، مرض من مرض صديقه. فلما انصرف الشافعي ومكث في البيت عليلاً أو مريضاً وعلم عبد الله بن الحكم بمرض الشافعي ذهب إليه عبد الله بن الحكم، فلما رأى الشافعي عبد الله بن الحكم رضي الله عنهما قام من مرضه يسعى كأن لم يكن به شيء، وأنشد الشافعي يقول: مرض الحبيب فعدته فمرضت من وجلي عليه، فأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. إلى هذه الدرجة، نعم إخوة الإيمان والإسلام، حب كان حب شديد، ولكن في الآراء الفقهية أو في المجالس الفقهية لا يحابي ولا يجامل الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في علته أو في مرضه الأخير قال له أحدهم: يا إمام، من يجلس مكانك؟ من اللي هيجلس في مجلسك يعلم الناس؟ وكان عبد الله بن الحكم جالساً عند رأس الإمام، واستشرف لذلك، والكل يظن أن الإمام الشافعي سيشير إلى من؟ إلى عبد الله بن الحكم.
هو اللي هيجلس مكانه، صديقه وناقل مذهبه. فالإمام الشافعي واستشرف محمد عبد الله بن الحكم، معنى استشرف لذلك يعني كأنه إيه ورى للإمام الشافعي نفسه أنا موجود أهو، يعني شاور علي بقى. ولكن الشافعي قال لهم: أيشك في هذا أبو يعقوب البويطي؟ مع حبه العميق لعبد الله بن الحكم، إلا أنه لا يجامل في الفقه، لا يجامل في العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام الشافعي كما هو معلوم هاشمي مطلبي، وأمه السيدة فاطمة بنت عبد الله الأزدي من قبيلة أزد باليمن، وقيل أنها هاشمية، ولكن الراجح أن أم الإمام الشافعي من اليمن من قبيلة أزد. كانت أيضاً فقيها أم الشافعي. نعم، ما لا يعلمه الكثير من الناس أنه كان لأم الشافعي بعضاً أو مسحة من علم، وفي ذلك لها قصة مع قاضي مكة أم الإمام الشافعي. أتت شاهدة في يوم من الأيام عند قاضي مكة مع شاهدة أخرى أم بشر المريسي، فأراد القاضي أن يفرق بين الشاهدتين، يعني دخل كل واحدة لإيه؟ لوحدها. فقالت له أم الإمام الشافعي: ليس لك هذا. بتفرق بيننا ليه؟ ليس لك هذا. فقال القاضي: كيف تقولي هذا الكلام؟ قالت له: ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إيه؟ ما تفرقش بيننا، الله عز وجل لم يفرق بيننا. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلغ ما بلغ من الاجتهاد المطلق. وكلمة مجتهد مطلق يا جماعة عشان تبقوا فاهمينها، الفقهاء أو المجتهدون لهم مراتب، أعلى مراتب الاجتهاد المجتهد المطلق، وبعد كده مجتهد المذهب، وبعد كده مجتهد الفتوى. فالإمام الشافعي والإمام الأعظم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل اجتهادهم اجتهاد مطلق، يعني في مرتبة المجتهدين الايه؟ المطلقين. يعني اجتهاد مطلق، يعني ايه مجتهد مطلق؟ يعني يستطيع أن يضع القواعد لنفسه ويخرج عليها الأحكام، هو اللي بيحط القاعدة وهو اللي يخرج عليها الحكم أو يفرع عليها الايه؟ الفروع. هذا هو المجتهد المطلق. طيب، كيف وصل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذه الدرجة العالية الغالية، ألا وهي درجة الاجتهاد المطلق؟ أولاً، توفيق الله تبارك وتعالى كان يصاحب الإمام الشافعي في كل أقواله وأفعاله. ثانياً، الذي أوصله إلى هذه الدرجة أيضاً أنه الإمام الشافعي وضع نصب عينيه قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. دي رسالة ومغزى جميل جداً جداً من حياة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان مستقيماً على أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، كان يمتثل أن يطيع أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، ولا يحيد عن ذلك قيد أمله، لذلك علمه الله. ولذلك القصة المشهورة لما حدث ذات مرة أن الإمام الشافعي كان إذا نظر في ورقة حفظها من أول مرة، فلما نظر في ذات يوم إلى ورقة ولم يحفظها فأعاد القراءة لم يحفظها، شكى إلى أستاذه وكيع عن هذا الأمر الجلل، عن هذا الأمر الخطير، أمر لم يتعوده الإمام الشافعي. فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. مناقب الإمام الشافعي كثيرة وكثيرة ألف فيها العلماء، فالإمام الرازي له مؤلف مخصوص للإمام الشافعي بعنوان مناقب الشافعي، وكذا ابن الأثير له مناقب الشافعي، وكذا الإمام الذهبي له مناقب الشافعي، والإمام محمد أبو زهرة من المعاصرين له الشافعي حياته وعصره. أيضاً الإمام الشافعي له من المصنفات الكثير والكثير، فله الحجة، كتاب يسمى الحجة،
وكتاب يسمى الأم في الفقه، وكتاب يسمى الرسالة في أصول الفقه، وهو أول مؤلف في أصول الفقه. وبخصوص كتاب الرسالة يروى أن أحد تلامذة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه الإمام الشافعي في المنام، فقال التلميذ، يعني لما توفي الشافعي جاء لأحد تلامذته في المنام، فقال التلميذ للإمام الشافعي: ماذا فعل الله بك يا إمام؟ الإمام الشافعي كما ذكرت لحضراتكم أحد الأئمة الأعلام المشهورين الذي ملأ الدنيا علما، ماذا فعل الله بك يا إمام؟ فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: غفر لي بصلاة كنت أصليها على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كنت أقول في كتابي الرسالة: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل اللهم على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة أن يبارك لنا وأن يبارك علينا في علم الإمام الشافعي، وأن ينفعنا به في الدارين، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الدكتور عمرو مصطفى خير الجزاء. يعني في حضرة العلماء كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، قال: ولا تكن الخامسة فتهلك. إحنا لو خرجنا بعد الدرس ده الواحد يعني شوية اللي اتكلم فيهم فضيلة الدكتور عمرو مصطفى مش عايزه يخلص. في حضور العلماء في حضرة صاحب المقام الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه نستكمل حياته ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه مع فضيلة الدكتور محمود خليل، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب، وباسمه يستفتح كل كتاب، ما دعاه عبد مؤمن بصدق أبدا وخاب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك ربنا أنت المنعم المتفضل دائما وأبدا على خلقك، فلك الحمد على آلائك ونعمائك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ونصلي ونسلم على من عرف الخلق بالحق والهادي إلى طريق الحق والصدق، سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا أبا الزهراء، صلوات ربي وتسليماته عليك يا أطهر مخلوق في الأرض وفي السماء، صلوات ربي وتسليماته عليك يا من أمرنا بالصلاة والسلام عليك، وكيف لا نصلي عليك يا سيدي يا رسول الله ورب العزة في علاه من على عرشه يصلي عليك، وكيف لا نصلي عليك يا سيدي يا رسول الله وملائكة السماوات والأرض يصلون عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبصلاتكم وتسليمكم على رسول الله يرفع قدركم عند ربكم، وتزداد منزلة عند ربكم وعند نبيكم، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى الآل والأصحاب والأحباب والأتباع إلى يوم الدين. وبعد، فإن كلماتي تتوارى حياءً وخجلًا وأنا أتكلم عن شمسٍ من الشموس الساطعة، والنجوم والأفلاك اللامعة في سماء الأمة الإسلامية، عن سيدنا الإمام الشافعي، ونحن في الرحاب الطاهرة وبجوار مرقده الشريف، ونتلمس البركة عندما نمر بهذه البقاع الطاهرة،
وعندما ننظر إلى هذه المراقد الشريفة والبقاع الطاهرة نشعر بروحانيات وإيمانيات لا يشعر بهذه الأحاسيس ولا يتلذذ بهذه المعاني إلا من شرح الله عز وجل صدره ونور الله عز وجل قلبه وبصره. فإن الإمام الشافعي آية من آيات الله عز وجل. ولد الإمام الشافعي بمدينة غزة، نسأل الله عز وجل أن يلطف بأهل غزة وبأهل فلسطين وأن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم. ولد بغزة وعاش يتيما، وهو من نسل يجتمع فيه مع سيدنا رسول الله في جده عبد مناف. إذن سيدنا الإمام الشافعي منسب يلتقي نسبه مع سيدنا رسول الله في جده عبد مناف. فحملته أمه وهو ابن سنتين إلى مكة لكي تحافظ على نسبه ولكي تحتفظ بلغته ويزداد عراقة وبلاغة وفصاحة في بادية مكة. فربته وعلمته وذهب إلى البادية وتعلم فيها الفصاحة والبلاغة والبيان والشعر، حتى أن الإمام الأصمعي وهو من هو في اللغة يقول: لقد صححت أشعاراً على فتى من فتيان قريش يقال له محمد بن إدريس. فكان صاحب حافظة ذاكرة قوية. لما تعلم اللغة وصار فصيحاً بليغاً نسيباً حسيباً تاقت نفسه إلى العلم، فتعلم وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وهو عمره 7 سنوات أتم حفظ القرآن الكريم. فلما حفظ القرآن دائما النفس الزكية والهمة العلية تتوق إلى العلا وإلى المجد وإلى العلياء وإلى السمو. لما حفظ القرآن وهو ابن 7 تاقت نفسه إلى علم الحديث، فتعلم بمكة وأتقن القرآن وسمع من التابعين. وطبعاً ولد سنة 150 هجرية، في السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة، مات عالم وولد عالم رحمة الله على الجميع. لما عاش بمكة سمع من التابعين وتابع التابعين، فجمع علوم الحديث وحفظ الكثير والكثير من الآثار النبوية والأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله. فسمع أن بالمدينة المنورة سيدنا الإمام مالك، هو في مكة. فلما سمع أن علم الإمام مالك يملأ أرجاء المدينة وتضرب إليه أكباد الإبل ويشار إليه بالبنان، وهو الذي يتصدر للفتية في المدينة المنورة، لا يفتى ومالك، تاقت نفسه إلى أن يستمع إلى من ويتعلم على يد من ويجلس تحت أقدام من؟ تحت أقدام الإمام مالك. فقبل أن يرحل حفظ الموطأ. إيه هو الموطأ؟ موطأ الإمام مالك. حفظ الكتاب وأخذ الموطأ معه وذهب إلى المدينة المنورة. طبعاً هو رايح المدينة أخذ معه تزكية من والي مكة، زي ما يكون واحد رايح بعثة علمية فبيأخذ معه تزكية من الجامعات العريقة لكي يهتموا بأن هذا الطالب نابغة وأن هذا الطالب ليس طالب مثالي عادي وإنما يتفوق عن أقرانه. فالإمام الشافعي وهو في الطريق إلى المدينة المنورة ليتلقى العلم عن الإمام مالك أخذ تزكية معه من من؟ من والي مكة. للإمام مالك اهتم بهذا الفتى لأنه
صاحب نباهة وذكاء وحافظة قوية. وصل إلى هناك لسه أول مرة هيلتقي مع الإمام مالك. لما رآه الإمام مالك، طبعا الإمام مالك كان عنده فراسة، فراسة المؤمن. لما رأى الإمام الشافعي وهو فتى صغير قال له: يا محمد، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. شوف الإمام مالك أول مرة يشوف سيدنا الإمام الشافعي. قال له: يا محمد، محمد بن إدريس الشافعي، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، ائتني من الغد، تعالى بكرة، ومعك من يقرأ لك. تجيب واحد إيه يقرأ ليك؟ الإمام الشافعي لسه فتى صغير، والإمام مالك يعني لم يكن يعلم أن الإمام الشافعي معه اللغة ومعه اللسان ومعه البيان ومعه الفصاحة. فلما جاء الغد جاء الإمام الشافعي وجلس بين يدي الإمام مالك، فسيدنا الإمام الشافعي ركن الكتاب على جنب، هو ماسكه في إيده بس يعني ما فتحش الكتاب، وأخذ يقرأ من الموطأ ظاهرا يعني عن ظهر غيب. أخذ الإمام الشافعي يقرأ من ذاكرته، يقرأ ظاهرا أي دون أن ينظر إلى كتاب الموطأ، فيقول الإمام الشافعي: كلما تهيبت مالكا، يعني لما تأخذني المهابة من الإمام مالك، أرى أن الإمام مالك يقول لي: زد يا فتى، يعجبه كلامي ويعجبه إعرابي للكلام، حتى أنهيت الكتاب في مدة يسيرة. وأخذ علم مالك، أخذ علم الإمام مين؟ أصبح الآن في مكة تعلم القرآن وسمع الحديث، فجاء إلى الإمام مالك وأخذ علم الإمام مالك في المدينة المنورة. مات الإمام مالك، خلاص أصبح الإمام الشافعي يعني ليس للمقام في المدينة، طبعا سيدنا رسول الله والروضة الشريفة الندية. لكن لما مات الإمام مالك، طبعا هو لسه شاب طالع للدنيا، أراد أن يعمل وأن يكسب وأن يجتهد في الحياة، وجمع العلم يريد أن يعمل. فبينما هو يفكر، طبعا عاد إلى مكة المكرمة، وبينما هو يفكر في عمل وأن يجتهد في أن يتعلم حرفة أو يتعلم صنعة، جاء والي اليمن إلى مكة حاجا ومعتمرا. الوالي بتاع اليمن جاء إلى مكة يحج بيت الله الحرام. أول ما جاء والي اليمن اجتمع الناس حوله وقالوا له: إن فتى بمكة يقال له محمد بن إدريس، اصحبه معك، يعني خليني من أصحابك، تسأله في الدين، تسأله في الفتوى، تسأله في العلم إلى آخره. فأخذه والي اليمن معه إلى اليمن. سيدنا الإمام الشافعي رحل إلى بلاد اليمن، وولاه والي اليمن على بلاد نجران، أصبح والي على بلاد إيه؟ مدينة نجران في بلاد اليمن. إذن سيدنا الإمام الشافعي معه العلم ومعه الولاية والسلطة. سبحان الله، كل زمان ومكان لا يخلو من الحساد والحاقدين. فبدأ الوشاة، الوشاة اللي هم إيه؟ يمشون بين الناس بالنميمة والفتنة والبغضاء، بدأوا يوشون بالإمام الشافعي. فلما رأى الوشاة من حوله ورأى أن الناس سينغصون عليه حياته، ترك الولاية وعاد إلى مكة مرة أخرى. لا أريد أن أسترسل وأن أستطرد في القصص وفي السير بقدر ما أريد أن أضع يدي على أهم مناقب الإمام الشافعي. طبعا الإمام الشافعي جمع علم الأحناف على يد محمد بن الحسن الشيباني، فصار سيدا في علم الحنفية. ثم جمع علم مالك مباشرة بدون واسطة، أخذ العلم من مالك. ولذلك موقف يعني يروى أن سيدنا الإمام مالك في يوم من الأيام داخل المسجد النبوي، المسجد النبوي في المدينة المنورة،
فرأى الإمام محمد بن إدريس الشافعي يجلس والتلاميذ يستمعون إليه، يعني هو نبغة. فسيدنا الإمام مالك لما دخل المسجد ورأى الشافعي يجلس وهو لسه صغير، فتى صغير، جلس الإمام مالك خلف عمود من أعمدة المسجد دون أن يظهر للإمام الشافعي. فلما انتهى الإمام الشافعي من حديثه ومن درسه ظهر الإمام مالك وأثنى عليه، فقال: كيف ذلك يا إمام مالك؟ قال للناس من حوله: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس، ده أستاذ بيزكي تلميذه على الملأ. من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي رضوان الله على الجميع. فجمع بين علم الأحناف وبين علم المالكية، وصار حجة في علم الأحناف وفقه الحنفي، وحجة في الفقه المالكي، وألف كتاب الرسالة وهو بالعراق، ثم بدأت نفسه تتوق إلى مصر. طبعا سيدنا الإمام الشافعي ولد سنة 150 هجرية، هاجر إلى مصر سنة 199 هجرية. يقول هو عن ذلك: ولقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ودونها البلاد المهامة والفقر، فلا أدري أللعز والغنى أساق أم أساق إلى قبري. بيقول: أنا مش عارف، بدأت نفسي تهيم إلى بلاد مصر، وأصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها المهامة والفقر، أو الفقر يعني البلاد كثيرة جدا، بس أصبحت نفسي تهيم وتشتاق وتتمنى أن، فلا أدري أللعز والغنى أم تساق نفسي إلى قبري. فجاء إلى العز في مصر، وجاء إلى الرفعة في مصر، إلى الرفعة في مصر، وجاء إلى المكانة العالية في مصر، وجاء إلى قبره وضريحه في مصر. هذه نفوس الصالحين. جاء الإمام الشافعي والشعب المصري متعلق ومتبذهب بمذهب الإمام مالك، طبعا يسمعون، وتلاميذ الإمام مالك يملؤون مصر وبلاد شمال أفريقيا. لما جاء الإمام الشافعي إلى مصر بدأ يضع بعض المسائل التي كان يناقشها ويضع لها أحكاما بالعراق، بدأ يغير أحكامه. أكثر من 540 مسألة غيرها الإمام الشافعي بعدما جاء إلى مصر، وهذا يؤكد لنا أن الفتوى تتغير بتغير المكان والعادات والطباع والأحوال. فلما جاء الإمام الشافعي إلى مصر بدل وغير بعض الأحكام في بعض المسائل، وهذا إن دل فإنما يدل على سماحة الشريعة، ليس تناقضاً وإنما توافقاً وتعايشاً مع البيئة التي يعيش فيها العالم، والتي يعيش فيها الفقيه، والتي يحكم عليها المجتهد من خلال ما لديه من آلات العلم. ولا أريد أن أطيل عليكم، أذكر منقبة من مناقب الإمام الشافعي، ألا وهي أن نظام الحكم، رجل وزير سلجوقي من الدولة السلجوقية اسمه نظام الملك، نظام الملك، لما بنى المدرسة النظامية في بغداد، كان في مدرسة بنيت في بغداد اسمها المدرسة النظامية، وكانت متخصصة في دراسة الفقه الشافعي. المدرسة دي مهمتها إنها تدرس الفقه الشافعي فقط، فأراد أن يحدث طفرة أو أن يأتي بشيء يتناسب مع هدف هذه المدرسة، فأراد أن ينقل جثمان ورفات الإمام الشافعي من قبره هنا في مصر إلى بلاد العراق في بغداد، وأرسل كتاباً إلى المستنصر الحاكم الفاطمي آنذاك، اللي عايز يطلع ويستزيد من هذه الأخبار فعليه بكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار
للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطط والآثار. تقي الدين المقريزي شيخ المؤرخين في التاريخ الإسلامي، فيقول: أرسل نظام الملك الوزير السلجوقي رسالة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يطلب منه أن ينقلوا رفات الإمام الشافعي إلى بغداد لكي يوضع في المدرسة النظامية. وجاءت الرسالة وجاء الخطاب إلى المستنصر بالله، فأعطى أوامره إلى بدر الدين الجمالي أمير الجيوش وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، أعطاه الإذن: اذهب إلى هناك واحفر وأتي بالرفات حتى نرسله إلى بغداد. فخرج بدر الدين الجمالي أمير الجيوش ومعه العلماء والوجهاء والأعيان والجنود إلى قبر الإمام الشافعي لكي ينقلوا الرفات، فخرج عليه أهل مصر يضربونه بالحجارة ويقذفونه بالحجارة، فتوقف عن المسير، فأرسل إلى المستنصر أن أهل المكان يمنعوننا، فقال له: أكمل ما أمرتك به. فأخمد الناس وأسكتهم، ثم جاء بدر الدين الجمالي إلى القبر وحفروا القبر. لما وصلوا إلى اللحد وجدوا رائحة عطرة زكية، ووجدوا الجسد كما هو، فاستغفروا الله وندموا على أنهم حفروا القبر فردموه، ثم عادوا إلى الخليفة المستنصر. فكان يوماً مشهوداً، وظل الناس يزورون القبر لمدة 40 يوماً، وكان المكان مزدحماً لعظم ما رأوه وما شاهدوه من كرامات وبركات الإمام الشافعي. إن مناقب الإمام الشافعي أكثر وأجل من أن تحصى في كتاب. فلقد ذكر الإمام شمس الدين السخاوي أن الكتب التي تكلمت عن مناقب الإمام الشافعي وصلت إلى 40 مؤلف أو مصنف. طب الإمام السخاوي كان في العصر الكام؟ كان في العصر العاشر الهجري. بعد الإمام السخاوي ألف 40 كتاباً آخر عن مناقب الإمام الشافعي، فأصبحت الكتب التي تتكلم عن علمه، تتكلم عن أخلاقه، عن فضله، عن مناقبه، عن شمائله، أكثر من 80 كتابا. هذا إن دل فإنما يدل على عظم هذا الرجل وعلى علو شأنه وعلو كعبه في العلم وفي الأدب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ببركته وبعلمه. اللهم بحق هذه الرحاب الطاهرة اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً، سلماً سلاماً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد العالمين. اللهم لطفاً لطفاً بأشقائنا في فلسطين، اللهم كن لهم ناصراً ومعيناً، اللهم كن لهم ناصراً ومعيناً، اللهم أنزل عليهم من رحماتك، اللهم أنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوي مرضاهم، اللهم تقبل شهداهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم سدد عنهم وارم عنهم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. وجزاكم الله خيراً على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة خير الجزاء، سعدنا بهذا العلم النافع عن سيدنا العالم الكبير الإمام محمد بن إدريس الشافعي. وقبل أن نذهب إلى يعني غذاء القلب مع الابتهال، نختم بقصة كان الناس في عهد الشافعي كانوا يقولون: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا إلى بعض: تعالوا بنا نذهب إلى الفتى المطلبي الإمام الشافعي، فكنا نستمع إليه القرآن
قال: فإذا استمعنا إليه القرآن كان الناس يتساقطون عنده من البكاء، فإذا رأى ذلك أوقف عن القراءة ولم يكمل قراءته، لأن الناس كانت تحب الخشوع. فهناك من يذهب الناس إلى حلاوة صوته، وهناك من يذهب الناس إلى خشوع قلبه. فكنا مع الدكتور عمرو مصطفى وفضيلة الدكتور محمود خليل، كنا نشعر ربما الإمام الشافعي يحتاج إلى دروس طويلة جدا، محاضرات، أسابيع ثقافية، لكن بقليل الكلام وبخشوع القلب لفضيلة الدكتور عمرو وفضيلة الدكتور محمود خليل استشعرنا بأننا نعم هناك ينقصنا الإمام الشافعي، ونحن الآن في حضرة الإمام الشافعي. أما الآن أيها الإخوة الكرام، نعيش مع الابتهال وفضيلة الشيخ حسين السويفي، فليتفضل.